خير نزار فرانسيس، كيف صحتك؟ بخير ليليان. نزار فرانسيس، انت شاعر لبناني ارتبط اسمك بالاغاني الوطنيه والرومانسيه الناجحه. للمراه كتبت اجمل الكلمات وقصايدك عن الوطن اثرت بناس كثير وعكست انفعالاتهم. نذكر من هالاغاني اعتزلت الغرام، بيروت عم تبكي، وبيبقى الوطن، وغيرها الكثير. رغم هالنجاحات عرفنا انك اليوم عم بتحضر على انقلاب على كل شيء عملته. انقلاب على شو؟ علينا. على حالك؟ ايه، على كل اللي مثلي، يعني انا اللي بيشبهوني بالبلد كتار. من اي ناحية؟ مشينا كثير ورا المسؤولين وحبيناهم، بس هي حبيناهم اكثر ما حبونا، مشان هيك بعدهم كل ما عيطوا لنا بنروح بننزل بنركض وراهم بنهيص. فالي كثير من زمان بعمل اغاني انا وطنيه، قلت لهم ما بنستاهل هالوطن اذا ما كنا كبار، كل ما صار ازمه قلت لهم غطي الشمس تفيش بينك، لما حسيت العالم عندها كآبه عندها يأس بحق لك وطنك دينك بيكفي انك لبناني. عملت كثير اغاني، هلا حسيت انه ما نفعوا، الحق علينا مش على السياسيين، نحن اللي عم نركض وراهم. بس انت غنيت للوطن مش للسياسيين. ايه اكيد، وهلا غنيت للوطن، هلا عرفت انه عامل انقلاب سياسي، يمكن نحن ما بنستاهل لهالبلد قد ما انه ايه. عامل غنيه بتقول سمعك اياها؟ اكيد. معلي؟ نحن ليلي هون لحتى نسمعك. بتقول ما زالت فرقنا خاصة بهالأزمة اللي نحن فيها. سجلتها بس ما زالت فرقنا. احنا ما تنسرق؟ ما بتنسرق الا على الشاشة، اللي بيسرقها بكسره. سألني سألني أنا بالموضوع. ما زالت فرقنا، ما زالت فرقنا كل مين الطريق، والمحبة وقعت بالبير الغميق. ما بنستاهل تبقى قلنا، اعذرنا يا وطني لو قلنا صار بدنا حريق. نزار فرانسيس، قبل ما نكفي الكلام الشيق معنا راح نتذكرك بهالميوزك ستوري، احلى الاغاني لك مغنيت، ما فينا نقولهم كلهم لانه عندك اكثر من 2000 اغنيه بالسوق، احلى الاغاني من كلماتك مغنيت باصوات الفنانين المشهورين وميوزك ستوري. يمكن نتهنى بحبك، يمكن ما نتهنى، يمكن ما يتركنا قلبك ولا يتخلى عنا. يمكن نتهنى بحبك، يمكن ما نتهنى، يمكن ما يتركنا قلبك ولا يتخلى عنا. شلون البرد شلع ورقات الوردة، لا تروحي رح تتلج بعد، خليكي الليلة عندي. ليكي برا شلون البرد شلع ورقات الوردة، لا تروحي رح تتلج بعد، خليكي الليلة عندي. لا بس تراضيني ولا بس
بالعالم العربي. 2000 أغنية، 2000 أغنية غنية غير ما روعة يعني. مرسي كلكم زوج. كتبت شي أغنية لسيرين عبد النور ولا بعد؟ لا بعد. ما بتوحي لك بأغنية سيرين؟ أنا حبيت سيرين المسلي. و... يعني مش مقتنع فيه. لا لا بالعكس. من الأول. و... وعن جد منتبعها كلنا بالبيت بنحب لها هالبراءة اللي بوجهها، هالتعبير الحلو، هالطريقة الحلوة، عندها صدق بتمثيلها عن جد. صحيح. لكن الحلو تمثيله صدق. أكيد. لا وكفنانة كمان. مقنعة. كمان كفنانة ناجحة وأثبتت وجودها. عجبتني صورة لها للألبوم الأخير مصورة بالأسود والأبيض وبلا ميك أب وهيك. لا حلوين هيدي ما حدا بيجرى يعملوا. أنا وجه بسعادة. مثل ما قلنا نزار فرانسيس اليوم عندك أكثر من 1000 أغنية بالسوق، بتعتبر إنه نصهم نجح، بس لهلا عشاء الكتب ما قدروا يحتفظوا بقصايدك بديوان، ليش بعد ما عملت كتاب؟ لأنه الأغنية أخذتني أكثر. اخذتني ما عندي وقت يعني، انا لازم يكون ما بتفكر عندي. تجمع هالاغاني حتى هالقصائد انا بفضل الأغاني يعني لما بدي اكتب اعمل كتاب، ما بدي اعمل كل سنتين ثلاثة كتاب وشو بيطلع عندي اغاني او اشعار. عندي قصائد انا غير مش مغنيت يعني. نعم. شعر لالي. نعم. حطتهم على جنب لانه الغنيه بعدها اخذتني، وبعدني عم شوف حالي انه بيسالوني على طول شو احلى غنيه كتبتها، بقول لهم يلي بعد ما كتبتها. فخليني بالاخر اخر شيء لما بحس حالي، لأنه بالحقيقة الإنسان لازم يكون عنده قناعة إنه مثل ما في أول في آخر، مثل ما في بداية في نهاية، لأنه بس الله دخل اسمه اللي هو المبتدأ ما بينتهي، بس كل شيء بيبتدي بده ينتهي. فأنا لما كتبت أول قصيدة أول غنية عرفت حالي في نهار بدي أكتب آخر قصيدة وآخر غنية، إن كان بإرادتي أو بغير إرادتي. طيب إذا خيروك بين إنك بدك تكتب آخر غنية، تنقي الموضوع اجتماعي ولا عن الحب ولا عن الوطن؟ آخر غنية بعملها للي حكيت عنه هلا، يلي ما قالوا بداية ولا نهاية، عن ربنا. بحكي رب. طب مين بتختار غنية؟ كل اللي بحبه الله. كتار يعني فيك تكلم بحبه. وسعته هيك وسعته. لا عم بحكي الغنية. كفنان. كفنان انت اذا هي ايه مقتنية انه صوته لحية، مين انت بتحب انه يغني لك اخر غنية؟ ما تصدقي في حدا عنده حلم، ما حتصدق في حدا بيكتب غنية بلبنان لحدا معين. بيكتب غنية، لا بيكتب غنية وبيلحن غنية وبيشتغل بالعمل الفني بالإبداع بيخلق العمل الفني، ما عنده حلم إنه تغني له من البداية ست فيروز. أنا كنت بسأل أشهر الفنانين غنوا كلماتك، ملحم بركات، عاصي الحلاني، ماجد الرومي، نجوى كرم، وائل كوري، إليسا، وائل توفيق، صابر الرباعي، نانسي عجرم وغيره ما رح نقدر نعدهم. يقال انه كثير من الفنانين بيرتاحوا يشتغلوا معك، حتى سيرين عبد النور مستقبلا. وسيرين عبد النور وهيدا وعد من حديث البلد، وان شاء الله بنستقبلك ونستقبل سيرين. بنستقبلك ونستقبل سيرين حتى نسمع سوا هالغنيه. بليز كمان حتى اسم سوسو مورو. لا لانه هلا كل يوم عم يطلع مطرب انه بعتقد انه على سبيل ال لا اذا اجي تختار الكلام هو ما راح يقول لا انت فيك. اذا انت عملت اغنيه على كل حال. لا هلا غير شيء انا مونولوج بس عم بحكي. سوسو مرو اذا اجت لعندك وبدها كلام ما بتعطيها؟ حسب. بعطيها حسب ليليان. اعملي لها انت واسطه ولا يهمك. لا انا ما عم بقول بلكي طلعت شي فنانه جديده اسمها سوسو مورو. ايه حلو. بعطيها ولا بتحكي؟ بتعرفي حلو اسمها كبدايه حلو. ايه انا هيك قسمت اشتغلنا الدولاب وبعدين بنشوف انا ليليان. سمعينا شوي من المونولوج اللي لا ما بقدر بينسرقوا بعد ما سجلت تبع هيدا زمرت له وما بعرف اللي نزلين. بي 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 زمرت لك بي 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 طلت امك على البلكون قالت مش هون قلت لها اني اشتقت لك. كفي كفي كفي. هالاغنيه هيك طلعت بس
بالصدفه من كلمات والحان زميلي وصديقي جوزيف اصاف وسجلناها على اساس انه رح نعملها فيديو كليب من شي سنه وبعدنا ناطرين. الله كريم. سوري مثل ما انا ناطرين. لا انا ما في شركه انتاج. انا ليه ما دعيتي لمظاهره؟ برافو عليكي. كنت انزلي بالمظاهره اللي دعوا لها الفانز تبعوا سيرين وجماعوا المطلبين. بينزلوا مظاهره لشركه الانتاج، انا بينزلوا مظاهره لعرق جبينه. انا عم بعملهم لعرق جبينه. كفينا اياها شوي.